بالتأكيد يعني احنا اليوم اذا اردنا نتأكد ونتكلم يعني عن الفريق المغربي، الفريق المغربي يعني اول فخر يكون لكل العرب لصعوده لوصوله يعني الى نصف النهائي. لكن الحقيقه الكلام اللي كان يعني يدور بين الفريق المغربي، الفريق المغربي اليوم بين التمني والواقع والاراده. حقيقه اليوم احنا تكلمنا يعني عن الفريق التمني، اليوم التمني هو صعب يعني، لكن احنا كعرب متعاطفين مع الفريق المغربي من هذه الناحيه. والواقع اليوم يقول الواقع هو الملعب وحسم المباراه، والاراده اليوم اللي كانت يعني افرضت على العالم التفكير التدريبي العالي الفني اللي وصل به الفريق المغربي لهذه المرحله، هذا هو انجاز يعني كبير بالنسبه للفريق المغربي.